ان انت طبعا زي ما قلنا يا احمد اول 3 ماتشات ليك مع موسيماني اللي هم اخر 3 ماتشات الاهلي لعبهم في الدوري الفتره اللي فاتت ان انت ما يدخلش فيك ولا جون وسبيشلي او خصوصا في مباراه بيراميدز اللي هي انت بتلعب في ظروف صعبه قوي، كان في انت بتلعب مع فريق من اقوى الفرق هجومين في الدوري المصري ومطرود منك عمرو السوليه وتلاقي برده ان انت في نظام في الدفاع وما بيدخلش فيك جون، دي حاجه طمنت جدا جمهور الاهلي على دفاع النادي الاهلي بالرغم من الغيابات الكتير اللي موجوده واللي احنا عارفينها كنا قلقانين منها الفتره اللي فاتت. بس الماتش ده تحديدا يا ساره يعني بعيدا عن فكره ان السكور خلص او ماتش خلص 0-0، الماتش ده كان فيه يعني اعتقد مستر موسيماني هيشتغل على المباراه دي وهيذاكرها مع فرقته بشكل كبير جدا لانه كان فيه اخطاء للاسف شديد ساذجه من الممكن انها تكلفنا كتير قوي في ماتش زي ماتش الوداد. واعتقد طبعا انا مش بلوم طبعا يعني حمدي فتحي مشكورا طبعا بيسد فراغ غياب عدد كبير جدا من عناصر الدفاع الاساسيه، لكن لو احتاجنا ليه في ماتش زي ده محتاج يبقى فيه نسبه تركيز على ياسر ابراهيم، نفس الحكايه مسؤوليه كبيره جدا عليكم، وانا اعتقد ان الرجاله قدها وقدود ومدركين تماما اهميه البطوله دي واهميه المباراه دي على وجه التحديد. المباراه دي عنق زجاجه، يعني ايه عنق زجاجه؟ يعني ان شاء الله باذن الله لو تخطيت المباراه دي او عديت الماتش ده بنتيجه ايجابيه، نتيجة إيجابية في مصلحتك، يعني أنا أعتقد أنك قطعت أكتر من 50 أو 60% للتأهل لنهائي البطولة أو الفوز بالبطولة. ليه بقول الكلام ده؟ لأنه الماتش العودة إن شاء الله على أرضك وبالتالي هيبقى عندك أفضلية، والمباراة النهائية هتكون مباراة حاسمة، وأعتقد أنه الأهلي إن شاء الله أيا كان المنافس ليه لو وصلنا يعني كان الرجاء كان الزمالك عنده القدرة إن شاء الله بإذن الله على حسم البطولة.